مش لأول مرة هذه جمعية تدفيع الثمن بترتكب هذا العمل الإجرام الإرهابي بحق هذه المنطقة في القاسم وكثير بلاد عربية. هذه مجموعة إرهابية بكل معنى الكلمة، هدفها المس بالعرب والمواطن العربي وممتلكات المواطن العربي مهما يعني في أي بلد كان، بتمس بالعرب لكونه عربي. وأنا بطالب كل مؤسسات الشرطة والمسؤولة عن حفظ الأمن والأمان للمواطنين إنها تحط إيدها على هذه المجموعة التخريبية حتى يحطوا حد لأعمالهم الإجرامية والتخريبية في كل بلاد عربية. هذه مش أول مرة، بالذات في هذه المنطقة هذه المرة الثالثة. في كثير بلاد عربية بنسمع عن هذه، كل ما إنه ما انمسكوا هذول بتمادوا أكثر. كل مرة بنشوف شعارات تخريب، يعني تخريب ممتلكات، ولهذا السبب بناشد الشرطة أن تحط إيديها عليهم، لأنه يعني لا قدر الله لا سمح الله لو صار في لهم مواجهة مع ولد أو امرأة أو أي إنسان طلع عليهم في الليل، شو بدها تكون العواقب؟ اللي بيجي بخرب في نص الليل، بخرب في داخل البيوت، بنشوفنا سيارات من داخل البيوت، هذا ما بتردد انه يمس بحياة المواطنين. لهذا السبب بناشد وبطالب انه في هذه المرة انه الشرطة تمسك هذول المجرمين مشان نحط حد لأعمالهم الإجرامية.